الله يعطيك العافية. حبينا نسألك في البداية الله يحفظك عن دور المسؤولية المجتمعية بشكل عام في مساندة جهود الدولة في مثل هذه الظروف، ونحن نعيش أزمة كورونا، ويمكن شاهدنا عدد أو تفاعل عدد كبير جدا من الجمعيات والفرق التطوعية في مختلف مناطق المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحقيقة يعني أزمة كورونا رغم أنها يعني مضرة ويعني مؤلمة، إلا أنها أثبتت لنا الحقيقة شيء يعني جدا رائع في هذا المجتمع. المسؤولية الاجتماعية، نتكلم عن القطاع الحكومي، في القطاع الحكومي الحقيقة يعني أبرز دور ريادي وقيادي في هذه الأزمة، وكذلك القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص احنا شاهدنا يعني مبادرات، وشاهدنا يعني تسابق، وشاهدنا من الجميع الحقيقة تجاه يعني مساند جهود هذه الدولة المباركة في هذه الأزمة. الموضوع طبعا القطاع الثالث ايضا يعني واكب هذه الأزمة، وبالتالي له جهود. فالعملية يعني عموم المسؤولية الاجتماعية تقع على الجميع، تقع على يعني مؤسسة الدولة والحمد لله يعني قائمة بها، أيضا تقع على القطاع الخاص، والقطاع الخاص ساهم بشكل يعني فاعل الحقيقة في هذه الأزمة. أيضا منظمات المجتمع المدني بما فيها من جمعيات، وبلا شك يعني ساهمت مساهمة فعالة، ومن ضمنها الحقيقة هذه النماذج اللي انتم عرضتوها، من ضمنها يعني سبق الدكتور علي الرومي الأمين العام لجمعية من بعد، الحقيقة ايضا من الجمعيات الرائده التي لها يعني دور، بالاضافه للمنظمات الاخرى لها دور في هذه الازمه. فالمسؤوليه مشتركه، وكما هي التنميه مشتركه، التنميه هي بذاتها مسؤوليه اجتماعيه، ومعالجه الازمات ايضا مسؤوليه اجتماعيه وكذلك مشتركه بنفس الوقت. جميل دكتور رمضي، تعرفون يعني دور الجمعيات الخيريه الكبير والداعم والاثر الذي تحدثه بشكل إيجابي في المجتمع، ودعمها لشرائح مختلفة، وربما أحيانا يعني يدور جدل أو يحدث لغط ما حول هذا يعني الدور بطريقة غير ربما قد لا تكون إيجابية، وربما تسبب يعني بعض اللغط السلبي ضد هذه الجمعيات بطريقة غير مباشرة.